يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم. حطيت الجوزين في القفص دوت في الصالة عندي، وعلشان الجو برد شوية حطيت عليهم القماشة الخضرة دي ملاية سرير، حطيتها عليهم عشان خاطر السقعة، لأن الأرج عندي بيبقى الجو فيه ساقعة قوي بالليل. الأربع فرد كانوا واقفين جنب بعض على الوقفة فوق، أول ما النهار جه نزلوا كلهم على الأكالة قعدوا ياكلوا، وسبحان الله بقى ايه، كانوا مقسمين نفسهم حزبين، الجوز الاولاني واقف على الاكاله قعد ياكل خلص نزل، قام رايح الجوز التاني قام واكل، وقام مخلص الجوز اللي خلص اكل الاول راح وقف عند المكسم بتاع العش اللي انا حاطه دوت، وكانوا عمالين بيتخانقوا بقى ايه هما الاتنين على مين يفتح الباب ويخش جوه ويقعد جوه العش. طبعا انا قافل الباب لان الزوج دوت انا مجهزه ان هو يتباع، فانا مش حاطط في بالي ان انا افرخ منه يعني او كده، فانا سايبه هنا في الصاله. الفرد بقى التالت ده ما هوش برضو مريح نفسه، كل شويه عمال يطلع عاوز يقف جنبهم يفتح الباب ويخش جوه العش، هو العش فاضي مفيش فيه حاجه، بس كلهم بقى ايه عاوزين بقى ايه مين يخش العش الاول مين ياخد العيد. اللي هيخش العش الاول طبعا وياخد العين هيبقى ده كده البيت بتاعه. هبص شو النتايج، كانت بتتخانق مع التاني، لا ما عجبهاش، قام بتضرب الجوز بتاعها اللي هو ايه انت سايبه ليه يعدي من جنبي. البنوته في الغالب هي اللي في النص، والذكر بتاعها على اليمين، والفرد اللي طلع فوق دوت ده فرد كده وليف مع اللي عمال بياكل، فاللي هو ايه هي ما ضربتوش، هي تضرب جوزها اللي هو يعني ذنبك على اللي جنبك، لو انت جاي بتترخم عليها اهو شويه تضربها ايه تمام عشان هي قاعده تقف. الحياه بتاعت العصافير حياه بسيطه جدا، مفيش فيها مجاملات مفيش فيها نفاق، اللي عصفور بيحس حاجه بيعملها، اللي مش حاسس بحاجه خلاص عارف انت لو بيضرب. مش عاجبه الحاجه دي خلاص. الفرد بقى التالت بصوا جاي يجي لهم من الناحيه دي ما عجبوش، كان بيلف من الناحيه الثانيه لقى عركه قام ماشي وقام باعد، قام راح قال لك خدها من قصرها وراح واقف على الجنب. هجرب افتح لهم كده الباب بتاع العش واشوف كده هيعملوا ايه، هل هيخشهم ولا لا. هم خلاص الحاجات دي يعني المفروض خلاص انها ايه محجوزه للبيع، هبدا ان شاء الله اسلمها كمان شويه، بس لسه الميعاد بتاعها ما جاش، فنكتشف شويه في الحياه بتاعتهم الغريبه دي هيتصرفوا ازاي وهيعملوا ايه لو الباب بتاع العش اتفتح. ازيكم من جديد، فتحت لهم الباب وسبتهم شويه، لقيت الاتنين واقفين عمالين يبصوا على العش كده، ولكن محدش فيهم فكر ان هو يخش. طبعا المكان بقى هما في الصاله عندي، فباستمرار الاولاد رايحين جايين، فطبعا ده مش حاجه تشجع الطيور اصلا انها تتجوز او كده. انا ببدا دلوقتي بقى ايه اشيل الاكلات والمسائي علشان خاطر اوسع لنفسي، ابدا بقى امهد لهم دلوقتي للشحن لان ميعاد الشحن بتاعي جه، فالمفروض دول هيروحوا باذن الله على الزقازيق. ربنا يبارك رب لصاحب النصيب ويكونوا وش الخير عليه، اللي اخدهم دكتور في الزقازيق ربنا يا رب يبارك له فيهم. في ناس كتيرة بتبقى حابة المجال بتاع طيور الزينة وبتستمتع بيه، ايا كان بقى انت شغال ايه، شغلانتك كبيرة صغيرة، هي الشغلانات كلها زي بعضها والهواية عند الناس كلها واحد. انا دلوقتي بطلع زوج زوج او فرد فرد ووريكم المجمع بتاعه نظيف وصحته كويسة قبل ما ادخله الكرتونة، على سبيل ابقى بفرجكم على صحة الطيور عاملة ازاي. الحاجات دي ان شاء الله شهرين وتبدأ تشتغل بإذن الله، بلاش نبقى بنستعجل في موضوع انتاج الكوكتيل. في حاجة بقى عاوز يعني خليكم تاخدوا بالكم منها، هو موضوع التفتيلة بتاعة الريش بتاع الديل، الريش بتاع الديول بتاعة الطيور، علشان خاطر احنا بنربي في اقفاص اللي هي الصغيره اللي قدامنا دي، فالعصفور مش واخد حريته فيها في الطيران والمرواح والمجي، فمش كل الطيور هتلاقوها بتقدر تحافظ على الريش بتاعها سليم. ده غير ان اصلا في طيور بتبقى يعني بصوا هنا الجناح حلو زي الفل ازاي، الريش كله سليم مفيش في اي مشكله الحمد لله، والعصفور نشيط وعنده حيويه وبيتحرك وصحته كويسه. دي كده الحاجة الأساسية بصراحة اللي أنا دايما ببقى حريص عليها. في بقى طيور تانية لما بتكون موجودة مع الوليف بتاعها أو لو هي موجودة في مجموعة، بتلاقي الطيور دي عندها غية إن هي تقعد تقرقض الديل
بتاع الطيور التانية، يعني يبقى العصفور واقف في أمانة الله يلاقي عصفور تاني كده عمال بيرخم عليه ويقعد يقرقض له في الريش بتاع الديل. في البداية بيقعد يبعد عنه ويروح بعيد يمين وشمال، بس في الآخر خالص لما بيزهق وبيمل من كتر البعد بيستسلم للموضوع وبيسيب بقى العصفور التاني يقعد ياكله أو يقعد يعضعضله في الريش بتاع الديل. طبعا لو انت بقى مربي في اقفاص كبيرة هيبقى العصفور بيطير من هنا لهنا، وهيبقى العصفور واخد حريته اكتر، والموضوع ده مش هيظهر قوي بوسط المجموعة بتاعتك. ده عصفور برضه هوت الريشبة بتاعت الديل بتاعته مفتلة شوية، ولكن بصوا ما شاء الله عنده نشاط وحيوية وعمال بيرفرف بجناحه ومهواش، الحمد لله مهواش ساكت. دي من الحاجات بقى اللي انا ببقى بدور عليها، ان صحة العصفور تكون كويسة. ده في علامة هوت على الجناح بتاعته، لان دوت ولد انا كنت معلمه، لما لقيت تصرفاته وسلوكه سلوك ولد عرفته خليته على جنب علشان اقدر بعد كده لما اجي ابيعه يبقى معروفين الذكور من الاناث. هبدأ بقى دلوقتي ادخله الكرتونة واقفل بقى عليه كده، انا خلصت المهمة بتاعتي عشان خاطر دلوقتي ابدأ انزل اشحنه. موضوع الريش دوت لبعض الناس، في ناس واخدها كحاجة كبيرة وحاجة مشكلة كبيرة قوي ومديين للموضوع اكبر من حجمه، مع ان الريش دوت اصلا خلال فترة بسيطة لو انت الموضوع مؤثر فيك قوي كمربي ممكن تنتف الريش ده ويطلع مكانه خلال 4 اسابيع، من 4 ل6 اسابيع بيكون الريش اكتمل النمو بتاعه بتاع الديل. ولكن انا ما بحبش الحركة دي تتعمل، ان انا انتف الريش المتكسر على سبيل يطلع ريش تاني غيره سليم، لان اصلا طبيعة الطير لما بيتنقل من مكان لمكان بيقلش القلش دوت، يعني بيغير ريش بيطلع له ريش تاني مكان الريش اللي موجود عنده. ده بيكون ناتج عن تغيير درجة الحرارة ومكان التربية، وده شيء طبيعي موضوع القلش دوت في كل الطيور، وبيقلشه كمان بسبب تغيير الموسم بتاع يعني الموسم او المناخ اللي احنا عايشين فيه. في الصيف هتلاقي الطير يقلش، وفي الشتاء هتلاقي الطير يقلش، ولو غيرت مكان الطير من مكان لمكان برضه هتلاقيه يقلش، فالقلش دوت شيء طبيعي. فكده كده بما ان الريش اصلا هيقع هيتغير بنسبة كبيرة، يبقى مش منطقي ان انا انتف الريش من جسمه والم العصفور واخلي العصفور يقعد يتنطط من شيل الريش من جسمه. ما هياش حاجة يعني ما هياش حاجة إنسانية إن أنا أعملها كده مع العصفور. لكن في ناس تقول لك لا أنا عاوز العصفور بتاعي يكون على سنجة 10، مش عاوز يكون في ريشة فيها حاجة، ويقوم ناتف الريش. الناس اللي هتعمل حاجة زي كده بوصيهم بس يعني يراعوا ربنا، ويبقى النتف للريش يكون ريشة كل 3 4 أيام علشان خاطر ما تبقاش حاجة مؤلمة قوي للطير ورا بعض في نفس التوقيت. بكده خلاص خلصنا الشحنة بتاعتنا، أسيبكم على خير ونتقابل في الفيديو جاي في رعاية الله.